الحاجة الحلوة في 2016 إن أبويا وأمي عايشين، هي دي أحسن حاجة فيه. الحاجة الحلوة اللي في 2016 كانت حاجة شخصية، هي فرحتي بزواج بنتي. الحاجة اللي عاوز أكمل معاها من 2016 إلى 2017 مثلا زي أصحابي، زي مدرستي طبعا، لازم زي تعليمي. الحلوة اللي فيها كانت الدنيا ماشية وكان في شغل، بس جت في الأواخر ما بقاش في شغل ومحدش لاقي شغل، وأنا واحد من ضمن الناس مش لاقي شغل. الوحش انا اقول لك بالنسبه لي انا، يعني بالنسبه لي انا من 6 شهور مش شغال اساسا، مفيش شغل، انا عن نفسي بدور على شغل مفيش شغل من قبل رمضان تقريبا، بس فما شفتش منها حاجه كويسه خالص. الحاجه اللي انا عايزها تكمل معايا فعلا بجد والدي ووالدتي، دي الحاجه اللي انا عايزها تكمل معايا بجد، وطبعا اصحابي علشان الحمد لله ربنا رزقني باصحاب زي الفل. تمام، يعني ما شفتش حاجه حلوه خالص 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 خالص. احب اقول ل 2017 ان شاء الله تكون سنه سعيده على جميع الناس، وما يحصلش فيها المصايب اللي حصلت زي السنه اللي فاتت، والناس تعيش في امن واستقرار، واحوال البلد تتغير ان شاء الله، ويبقى الاسعار سعرها مناسب لكل متناول الشعب، ما يكونش في حد مش قادر يجيب حاجه، وكل اللي كان نفسه في حاجه يعملها باذن الله. سنه 2017 ان شاء الله هتكون فتحه خير على مصر وعلى المصريين والمسلمين وكل الناس اجمعين ان شاء الله بامر الله. زي الناس تصبر وتستحمل وتشتغل وتنزل وتكد وتتعب وتدور على شغل، مفيش حد يقعد في البيت ويقول لي انا مش شغال. ان شاء الله هتبقى 2017 سنه حلوه وانجح فيها عشان مش عارف اي حاجه السنه دي، و تبقى حلوه وخليجي بقى امي وابويا بس. ان شاء الله تبقى دخله حلوه علينا كده مش زي 2016، ان شاء الله 2017 هتكون دخله حلوه علينا مش زي 2016 كده. يا رب ادخل كليه حلوه ان شاء الله واجيب مجموعه. جعلها سنة حلوة علينا إن شاء الله، وربنا يكرمنا ويصلح حال البلد أحسن من كده إن شاء الله.